أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أعمال، رحبوا معنا اليوم برائد الأعمال الأستاذ محمد حكيم. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا أستاذ محمد. أهلا وسهلا فيك. بداية ترحيب خاص من برنامج رواد الأعمال من قناة ABC، ونتمنى منك بالبداية تعرفنا وتعرف المشاهدين المزيد عنك وعن الصالون. أهلا وسهلا فيك، تشرفنا فيكم وفي زيارتكم لينا. أنا اسمي محمد حكيم، عندي 30 سنة، مصري الجنسية، جيت على الإمارات من حوالي 14 سنة. طبعاً كأي شخص عنده طموح وعنده أفكار في الحياة نفسه يسويها إنه يوصل لحاجة في حياته، اشتغلت في وظائف متعددة كتير تعلمت فيها، وتعلمت في دولة الإمارات أشياء، وكان دايماً عندي طموح إن أنا أعمل البزنس الخاص فيني. الحمد لله ربنا وفقنا وفتحنا الصالون. أستاذ محمد، ممكن تخبرنا ما هي الخدمات المتوفرة حالياً في الصالون، وكيف تميزتوا بتقديم هذه الخدمات؟ والله احنا عندنا جميع الخدمات للخدمات الرجالية في الصالون، من قص الشعر، من هير ستايل، من كالر، ولحية، قص اللحية والباديكير والمانيكير، وخدمة السبا كاملة بشكل تريتمنت، بشكل الفيشل، للخدمات البشرة، للتنظيف العميق. هاي الأشياء كلها، كل الخدمات الموجودة في الصالون عندنا كلها خاصة في الرجال يعني. وتميزنا في الصالون من أول ما بدأنا الحمد لله، كانت عندي فكرة إن دايماً إحنا الشباب أو دايماً الرجالة بيبقى متعلق شخصياً بالحلاق الشخصي بتاعه، إن دايماً لو الحلاق الشخصي بتاعه ده سافر في مكان أو راح في مكان هو بيتبهدل، ما بيعرفش يروح فين يعمل إيه. فإحنا تميزنا إن أنا بحول الفكرة بتاعت الشخص المتعلق بالحلاق للشخص المتعلق بالبراند عندي في المحل، ان انا الكلاينت عندي او الكاستمر عندي، العميل يدخل عندي المحل يعيش الاكسبيرينس كامله مع اي شاب من الشباب الموجودين، لان انا بسوق للبراند مش بسوق لشخص بعيده. فالاكسبيرينس عندي ان النهارده الشخص اللي داخل بس بياخد اكسبيرينس ان هو بيحلق، هو بعد ما بيخلص حلاقه بيستغرب جدا ان هو انا حلقت، وكل الاكسبيرينس اللي انا عشتها دي النهارده، التكنولوجي اللي انا دخلتها في الصالون من خدمه، في كده ماسك من اول ما بتدخل مثلا الصالون بتلبسه في ايديك، هاي بيمشي الدم، بيعمل استرخاء للايدين، ماسك على عينيك بيعمل الاسترخاء للعينين، وبيعمل للوش كامل، بيعمل استرخاء للجسم، للكتف، للشيست. فهي التكنولوجي اللي احنا ضفناها عندنا في الصالون خلت العميل بتاعنا يعيش الاكسبيرينس بشكل مختلف جدا. أستاذ محمد، بعد النجاح الرائع اللي وصلتوا له، ما هي الخطة والرؤية المستقبلية للصالون؟ عندنا خطة طبعاً إن إحنا نكون مش في مكان واحد أو مش في لوكيشن واحد، إحنا عايزين ننطلق من البداية هنا لأماكن كتيرة جداً وبلاد مختلفة. وإحنا دايماً زي ما قلت لك في البداية إن إحنا بنسوق لفكرة الفرانشايز، إن إحنا محتاجين إن إحنا نبتدي الخطوة الأولى صح عشان نسوق للبراند بتاعنا صح، عشان نتوسع بسرعة وبشكل كبير في بلاد مختلفة جداً. أستاذ محمد، أنت كرائد أعمال صاحب خبرة، ما هي النصيحة اللي بتحب تقدمها لرواد الأعمال الجدد اللي حابين يبدأوا عمل خاص؟ النصيحة اللي أنا كنت دايماً بستناها في حياتي إن لما هيجي الوقت المناسب هبدأ. هو ما فيش وقت مناسب، هو دلوقتي الوقت المناسب. بالنهاية، ما هي الرسالة اللي بحب يقدمها الأستاذ محمد لدولة الإمارات على نعمة الأمن والأمان ودعمها للمستثمرين؟ طبعاً بشكر دولة الإمارات على الأمن والأمان اللي احنا عايشين فيه، وإن احنا بنحس دايماً إن هي بلدنا، وبنشكر شيوخنا الكرام على الدعم دايماً للاستثمار ودعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلد، وبنشكرهم جداً يعني. بالنهاية، ممكن تخبرنا وتخبر جميع المشاهدين اللي بتابعوك حالياً كيف بيقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع الصالون؟ من خلال منصات التواصل الاجتماعي للذا باربر كاسل على انستغرام وعلى السناب شات وعلى الفيسبوك، وعلى ارقام التواصل اللي موجوده عليها. احنا متواجدين في دبي، في اماره دبي، في منطقه ارجان امام الماركل جاردن. ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي بتاعتنا برضو تقدر توصل لللوكيشن او الموقع بتاعنا. شكرا جزيلا استاذ محمد حكيم، وبنشكر جميع طاقم العمل في الصالون، وبنتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. شكرا لكم، شرفتونا ونورتونا. شكرا لكم. الى هنا تنتهي حلقه اليوم، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي امان الله.